الخلاف في النحو. الخلاف خذ ما تستريح له نفسك. الحمد لله. يعني ناخذ بالاسهل. خذ بالاسهل خذ بالاسهل خذ بالاسهل نعم. ولا اشكال. ولا اشكال. لا اثم ابدا. الحمد لله. خذ الاسهل. وابن مالك يتهم بانه بصري، الحقيقه ان ابن مالك ليس بصريا ولا كوفيا، هو مجتهد. ما شاء الله. نعم. قال في النداء: والمنادى النائي او كالنائي يا واي واكذا ايا ثم هيا، والهمز للدعاء ووالي من ندب او يا وغير والد اللبس جنب، وغير مندب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرف على ما، وذاك في اسم الجنس والمشار له قل، ومن يمنعهم وهم البصريون، فانصر عادل وهم الكوفيون. وقال في مكان اخر: وي في التوكيد ومنكر قبل، البصريون لا يقبلون توكيد النكره، وي في التوكيد ومنكر قبل وعن نحات البصره المنع شمل. فهو الحقيقة ليس كوفية ولا بصرية، وإنما هو الحقيقة مجتهد وإمام مستقل، والله تعالى صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. حياكم الله. طيب يا شيخ،